هاد فترة الزلزال خويا كاينين وحشين جاو عندنا ضو لي كوموند، كاين اللي بغى 40، كاين اللي بغى 60، كاين اللي بغى 100 خزانة، كاين اللي بغى 200. عطى الله المحزنين ومازال كيجيو الناس، كاين الناس ديال الداخل المغرب وخارج المغرب، فرنسا المانيا هولندا بلجيكا، كاع الناس جاو تبارك الله الله عمرها دار. الناس نساهم بزاف هاد الأزمة ديال الزلزال. المواد قليلة شوية في السوق ولكن حاولنا ما أمكن، جبنا شي حاجة من الدار بلا، شي حاجة من الرباط، شي حاجة عند الكليان، والخدمة راك عارف فهمتي خدامين الليل ونهار 24 ساعة، كتنعس ساعة ساعتين وتفيق تخدم ثاني. المهم ستة ديال الدراري ديال الحريفية ومعاهم المتعلمين، شي 4 ديال المتعلمين اللي كيعاونوا كيطاشيو وكيجمعوا السدورات. كاين اللي خدمنا 3 متر وخدمنا 4 متر كارية. الطريقة باش خدمناهم الحديد داروا الوسط في الحديد، والنوع ديال الباش فيه ماركات، كاين الماركة اللي رقيقة والماركة اللي غليظة، وكاين نفس الجودة، ما كيدخلوش البرد، ما كيدخلوش الشمس، ما كيدخلوش الشتاء. الأثمنة ما مقاداش، كل بلاصة فاش كنلقى ثمن، كاين 3 دراهم 4 دراهم ديال الفرق في المتر كاري بالنسبة لأي بلاصة. باش ما باعتي كتلقى رخيص، باش ما قررتي حداك هنا تاخذ على الكلية هنا كتلقى طالع شوية، كيزيد عليك واحد 3 دراهم 4 دراهم، تشتي من الدار البيضاء كتنقص عليك 3 دراهم 4 دراهم. شحال وصل الثمن ديالو؟ شحال الباش؟ لا حتى لي تقريبا من 30 درهم وانت غادي طالع، 30 درهم 45 درهم 60 درهم 70 درهم 80 درهم 90 درهم، كاع 90 درهم ما كيخدموش بيه بزاف، اغلبيه كيخدموا ديال 40 درهم 50 60 درهم كيخدموا بزاف. 3 متر كاري يا سيدي كتهز 3 متر كتهز تقريبا عندك سي 5 في 5 10 15 20 20 متر على مترو 50. الثمن ديالها حنا كناخذوا فيها والو، شي حاجه قليله اش كناخذوا فيها والو، تقريبا 150 درهم 200 درهم في الخيمه صافي، كطلع لي تقريبا ديك 900 درهم 800 درهم، كتبيع ديك 1100 درهم. يلاه خدام هذاك الشيء، هذا الشيء رحمه للوالدين وصافي. هذا الشيء ديك ضروري تصبر، انا خوتك هذوك هما في المحنه، ضروري خصك تصبر، ما تشوفش غراسك، تشوف الناس اخرين. ما كنتش ما كتدخلوش حتى البرد. هذه نفس الشيء، هذه تاني نفس الشيء، هذه تاني نفس الشيء، وخدموا بها.